رشح دايرتك، ايه اول حاجه هتطلبها منه؟ والله هطلب منه ان هو يهتم يتقي ربنا في المكان اللي هو ربنا اكرمه بيه ووهبه ليه، اللي هو كرسي مجلس الشعب، وفعلا يكون قد الكلمه ويكون قد اختيار الناس ليه. الناس اختارته او الناس نزلت وديتهم صوته، معنى كده ان الناس واثقه فيه، وان هما ما كانش بيظهر وقت انتخابات بس او وقت ظهور الانتخابات، لا، ان هو يكون فعلا باقي الوقت او باقي الفتره الانتخابيه بتاعته يكون موجود مع الناس وموجود مع الشباب، ويكون اهم شيء مهتم بالشباب. طبعا اول طلب هطلبه منه الطلب اللي هيعم على اهل دايرته كلها، واخد بال حضرتك؟ يعني في مثلا مصالح عامه بالنسبه للخدمات الصحيه في القريه اللي انا فيها او في البلد اللي انا فيها، خدمات اجتماعيه في مراكز شباب متهالكه جدا، مش فعاله، ما فيش فيها خدمات. له يعني يا ريت تبقى قد كلامك وما تبقاش بق. هقول له الاول ربنا يبارك له ان هو ربنا كرمه وبقى كويس وربنا كرمه ومسك المنصب ده، واقول له ان هو يصلح حال المنطقه وحال البلد. اطلب منه حضرتك ان هو يصلح في البلد يعني تعبانه، يهتم بالتعليم وامور التعليم، والاطفال اللي طالعه صغيرين يتربوا تربيه كويسه، يعرفوا قيمه المعلم، يعرفوا قيمه بلدهم.